تريقوا وكل الناس قالوا عمر شريف شايف ايه في الممثل ده عشان يقول عليه كلام زي ده، وكان ده بالنسبه لي مسؤوليه كبيره جدا، ان هل هكون يعني هل هرفع راس هذا الرجل. كان لازم في البدايه ان انت مش تقدم تنازلات، ولكن ان انت يعني تمشي على 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 سياق السينما ما هي رايحه، يعني ما مش لا يمكن هتفرض رايك ولا يمكن هتفرض طريقك وترسم طريقك في البدايه. في مقوله بيقولها يوجين اونيل ودي اللي قالها لي استاذ عمر الشريف، قال لي يجب ان تكون وافي لحلمك. فقلت له يعني ايه واكون وافي لحلمي؟ قال لي ان انت لو قدمت اي يعني عملت اعمال انت غير راضي عنها عشان بمبررك ان انت راجل في البدايه وما ينفعش تقول لا، بعد كده لما تتمكن لازم تكون وافي لحلمك. فكان بالنسبه لي اب، وكان بالنسبه لي مثل كلنا بنفتخر بيه ومثل كلنا بنقتدي بيه يعني. فنقطه تحول في حياتي استاذ عمر الشريف، ويا بخت اللي عرف استاذ عمر الشريف، لان ما ينفعش تقابل الراجل ده وتفشل. مرتين ثلاثه كده قابلته مع مدام ايناس بكر في مطعم في الزمالك في شارع المرعشلي، فكان بيطلب احنا ثلاث افراد بيطلب اكل يعني ياكل مثلا 15 20 واحد. فاول مره انا محرج اقول له حضرتك، وهو بياكل اكل خفيف وكلنا بناكل حاجات بسيطه جدا. ففي المره الثانيه قلت له يا استاذ انت حضرتك يعني بتطلب اكل كتير زياده عن اللزوم واحنا ثلاثه بس. قال لي اقول لك على السر، ولما ربنا يكرمك وتبقى نجم كبير تعمل اللي انا بعمله ده. قلت له وعد والله هعمل اللي حضرتك بتعمله. قال لي انا بطلب، قال لي في كل المطاعم في العالم كله مسموح للعمال اللي في المطعم ياكلوا جوه المطعم بس، يعني لو نفسه في حاجه ياكلها، انما ممنوع يروح لاولاده بالاكل ده. انا بجيب المدير قبل ما اطلب الشيك، اقول له انا هطلب شيك كبير جدا، ولكن الشرط ان الاكل ده العمال يروحوا بيه لاولاده. النجوميه يعني عمر الشريف، يعني راجل في امريكا معروف وفي فرنسا معروف وفي اسيا معروف، كل العالم معروف، ومع ذلك ابسط انسان في العالم. ما تحسش انه مكتف نفسه وعايش الدور ويقعد، عمري في حياتي ما شفته حاطط رجل على رجل في حياتي. قال لي جامل في اي حاجه غير شغلك. قال لي جامل في اي حاجه، ممكن تجامل في بيتك، يعني حد ممكن تديله بيتك وتروح انت تقعد في اوتيل انت واولادك، بس ما تجاملش في شغلك. قال لي انا 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 جاملت كتير في شغلي، وحاجات كل الحاجات اللي انا جاملت فيها انا ما بحبهاش، اعمال كتير في مصر طبعا. اخر مره شفت استاذ عمر كان في مهرجان القاهره السينمائي، كان هو بيقدم جوائز المهرجان، وكنت انا عامل فيلم كان ضيف شرف المهرجان، وانا كنت عامل فيلم اسمه الشوق اخراج الاستاذ خالد الحجر وبطوله الاستاذه سوسن بدر، وكان الفيلم ده خد جايزه الجايزه الاولى في المسابقه الدوليه، وطلعنا كلنا كل ابطال فيلم طلعوا على المسرح، والصوره موجوده حتى الان محتفظ بيها. يعني كان واخدني تحت باطه كده، فدي اخر مره شفت فيها الاستاذ.